الظاهرة هذه عزوف الشباب عن الزواج؟ السبب الأولاني هو المسؤولية أكيد من الأمور الاقتصادية، يعني ظروف المعيشة، البطالة. معني أنت تقول حكاية فلوس لحكاية؟ أكثر حاجة الفلوس بيانسور، خاطر الشاب يحب مسؤولية، أكيد يزمو مسؤولية باش يحل عائلة، باش يتزوج. أولا ساعة زواج يزمو مصروف، وبعد الزواج اكيد فما فتح لل يعني الاسره، باش يجيب صغار ولا باش يعني باش تهب داره، دونك يزب برشا مصروف برشا فلوس. معناها انت ترجع السبب الاساسي العزوف هم عن الزواج والبطاله زاده. السبب هو الاساسي اي البطاله، البطاله هو ما فماش عمل. تو الشباب برشا عندهم شهيد ولكن مش قاعدين يخدموا، يعني ما فماش عمل. كيفاش يحل الدار؟ كيفاش يتحمل مسؤوليه وهو ما عندوش؟ يعني هذه حاجة من الحاجات، دونك السبب الرئيسي يعني بالنسبة لي أنا يعني هو الماديات. سيبوا البيبة. والله نشوف موضوع كيفاش قال لو حكينا نبتدي منين الحكاية. الزواج هو اتفاق، والاتفاق ينجم يلغي، إذا كان صار الاتفاق يلغي كل ما هو مادي، ولو لأنه المادي مهمة للاستمرارية والتوافق. إيش معناها الاتفاق؟ وقت اللي ناخذ المبدأ متاع أنه ربي قال خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنه يا عائلات اتقوا ربي في زوز اللي يحبوا بعضهم ويحبوا يعرسوا، بمعنى اللي حذر استر احنا نقوله بالتونسي. ولكن المفيد أنه الاتفاق الأساس أنه كيفاش هيك الكوبل هذاك باش يبني مع بعضه، باش يضحي مع بعض. حتى حد ما فما دي كوبل وقت اللي بداوا يخدموا ولا مدوا بعرسوا راهو بامكانيات بسيطه، واللي يتبعوا فينا الليله ويشوفوا ويسمعوا فينا يقول لك وي انا نتذكر كي عرست كريت بيت في دار الدرشنيه وبدينا كذا، اليوم ما شاء الله عندي. فالمفيد بالاساس بالنسبه لي انا هو الاتفاق اللي يوفر الاستمراريه للتواصل. وتو نرجع انت زدة في المغل المعيشه والمصروف اللي توا كان قبل التونسي يهز قفه يشري ب 10000 15000، توا يشري ب 100 و120 و200 دينار ما يجمش يقضي قضيه. شوفي ظلي نتفقوا انه في تونس تنجم ب 10000 تتعشى، ب 100 مليون ما تنجمش تتعشى. انت ولهنا وثقافتك في الاستهلاك وانت شنو اللي بيزوان اللي عندك. نجم انا اليوم ان شاء الله نشكل كيف كان نجم نتعشى اليوم بالحق. نجم اليوم نتعشى ممارسه هذه فكر ثقافي. نجم ناخذ انا زوز كاسكوتات كافتاجي ب 7000 فرانك و 8000 فرانك ونهز انا مرتي ونقعدوا على الكورنيش وناكلهم، تقول عليا ناكل في البفتيك. وشنو رايك في البطاله؟ شوف شوف اجا نقول لك الاساس العمل ما فماش. هذاك موضوع اخر. انا حكيت الاساس الاساسيات، مش ركزت على الامور الاقتصاديه هي اللي مربوطه بالبطاله. البطاله انت شنو رايك قبل وقت اللي احنا في الاحتلال الفرنسي والالماني بومبارديو علينا والراجل دق الباب باش يخطب هو يخدم صانع بحار، جورناتا نتاعو معناها ما جاتش حتى 15 مليم تقريبا، ولكن وقت اللي بداو وبداو عرسوا. اليوم عمل اسره وعمل عائله ويملك دار وجاب احفاد. اي ما قول باب هنا تحكي على ثقافه كامله في عالم استغلال مختلفه تماما على تورا. ما هو زاد كل وقت عنده وقت، كل وقت عنده ثقافته. شنو تسربيني؟ شنو رجع لك؟ انا كيفاش نحب نفكر؟ وانا كيفاش نحب نعيش؟ وانا كيفاش نحب ناثث؟ اذا كان انا مانيش مقتنع نحب مسلسل مصري، تولدت اليوم غدوه نسوق بيام ويلزمني دار بالكسير. فحاجه اخرى. سامحني سوري باش نحكي معك شوي. سي بولبيب انت ما فهمتش المفهوم اللي حبيت نوصله لك، اللي هو مش مربوط فقط اني انا عندي مثال 100000 نجم نتعشى ب 10000. انا مش نحكي انت على هذا. قلت اليوم نسبه البطاله برشا يا ولدي توا احكي الجمهور تيقول لك قداش من واحد بطال ما سالش عنده شهاده مش ما عندوش اليوم. عنده شهاده عليا ويمتاز بشهاده عليا ومثقفين ما شاء الله عليهم الشباب والبنات ويحبوا المسؤوليه. شكون قال لك ما يحبش المسؤوليه؟ ولكن ما فماش عمل، لا يوجد عمل. كيفاش باش يخدم الشاب هذا باش يوفر 5000 ولا حتى 50000 باش يخدم عند امه وابوه مش انا نقدر انا نقدر نحكي له بصراحه يعني تو نحكي ابار المغال المعيشه يا اخي هو مصروف الزواج نفسه مصروف كبير. نروح نجيب صغير خذ شنو يعمل مصروف يرمي. الزواج احنا في تقاليد شنو يعمل صغير؟ لا سامحني انت شنو شو يعمل له صغير؟ صغير يرميه يحطه في الدار يخبيه يعني ما مصروف في حد مسؤوليه. انا هكا انا بصراحه اللي يحكي فيه سي بولبيبه انا على عيني وراسي. انا فنانه ونحس نحب هكا الوقوف على الأطلال والحب والمشاعر والأحاسيس، ولكن الأحاسيس صدقني توفى بمجرد أنه مرأة وراجل يعيشوا في وضعية ما يشلك الكل باش تنتهي
لأن مش نكسر كل شيء، لأن مش بعد مش تولي معيشة ومش تولي مسؤولية، وبعد مش تولي معركة ومشاكل ومحاكم وطلاق، واللي هي تونس توا في نسبة الطلاق في مرتبة الأولى في الدول العربية للأسف، والمرتبة الثالثة في دول العالم الكل. دونك أنا بالنسبة لي أنا مع أبو البيبة في حكاية أنه إنسان المرأة والراجل يتفقوا ويعيشوا كل شيء، ولكن هذايا ما فماش. هو راهو ليلى أنت وأبو البيبة تتلاقوا في نقطة، راهو تتلاقوا في نقطة، النقطة هذه أنه هو حكى على التفرقة الاجتماعية. أنت حكيت على الماديات، هنا ترجعوا زوز الفلوس، معناها قاعدين الزوز تحكيوا على الفلوس. سهير فقط سامحني بعد اذنك، فقط جست انا نقدر الحماس اللي انت فيه، و ليس بحماس هو لا بس لا موضوع لوجيك، لا لا مثال باهي باهي في مفاهيم في المجتمع يعني. انا سمعتك سيدي، تفضل سامحني، نعتذر منك لاني انت لا لا اكبر مني سنا وقدرا، انا نحترمك سيدي بالبيبة. هي جست ارى باش حتى ما نكونوش اثقال برشا على الناس. شوف وقت اللي حكينا وانت طرحت هذه الاشكال، انا نسالك حاجه برك، حسب رايك شنو الحل؟ شنو الحل؟ اي حسب رايك الحل انه اول حاجه ساعه يلزم البطاله دي نشوفوا لها حل، يلزم الشباب يخدم باهي، معناها نجم نقولوا يا شباب اي ما عاد يلزم يلزم وجود عمل باش ينجم يتزوج، باش ينجم يتمتع بالزواج. فمش حتى حد ما يحبش يتزوج، راه ما فماش حتى حد ما يحبش يجيب صغار، خاطر لو انتهت زواج صحيح. صحيح صحيح، الزوز رايكم صحيح من وجهه نظر كل واحد، فكل واحد يحترم وجهه نظر الاخر. انا مع انه كل واحد عنده وجهه النظر نتاعو، هذيك هي اللي باش تمثلوا مسار حياتهم بعد. انا نحترم رايك انت، نحترم راي أبو البيبة، وماذا بيا نسمع راي سهير تو. انا رايي يمكن باش يكون مختلف على أبو البيبة وعلى الفنانه. يظهر لي الزواج ساعة احنا عنا ياسر كلمة يلزم يلزم يلزم، الزواج ما هوش يلزم. الزواج زوز من ناس تفاهموا واتفقوا انهم باش يوليوا زوج، زوج معناها اون بير، معناها زوز كواحد. مؤسسة الزواج ما فيهاش كان الفلوس، فيها برشا حاجات اخرين. وإذا كان كما قلت أنت يا ليلى، قلت إذا كان وفات معناها عاشوا ماديات صعيبة المشاعر باش تموت، أنا ما نوافقكش، على خاطر إذا كان فما مشاعر وماهوش كلام راهو ماهوش كلام راهو الكوبل هذاك باش يتحدى وباش يتعدى وباش يعاونوا بعضهم وكل شيء. نرجعوا للزواج كزواج، وربي ما قالش حب، هو قال مودة ورحمة. مودة ورحمة. مودة ورحمة. الزواج قبل لي بارون تاع معناها لي غران بارون تاعنا، جدودنا جدودنا ما كانوش يتعرفوا على بعضهم. جدودنا قبل يبعثوا ويمشي ويخطبوا وما كانوش يلوجوا عليهم. ما كانوش يعرفوا بعضهم كيما توا في القهوة تشبع بيه حتى ياخذها. توا ولاو يعرفوا بعضهم، يعرفوا بعضهم أكثر من اللي يلزم ساعات. والفيسبوك يعرفهم اكثر من كنت نعرفها وفهمها وفهمته سي يعني. لا مش هذا، مش هذا هو، مش هذا هو. وماهيش جينيراليتي معناها ما نعموش، لكن يعرفوا بعضهم برشا وبرشا ما عادش يلوجوا على الزواج من جهه، ومن جهه اخرى اللي كلمه يلزم باش تعرس يلزم. ساعات تلقى الكوب اللي يحبوا يعرسوا، لكن العائلات لا يلزم يلزم هكا. توا ولينا زاد القرايه ولات تاخذ وقت طويل. انا حبيت نقول ليلى حاجه مهمه جدا في الحوار اللي شفته ما بيناتكم توا. راهو كل انسان عنده الحق باش يعطي راي، ما فماش الغلط وما فماش الصحيح، ما فماش رايك انت غلط وصحيح، الراي نسبي. كل واحد يتحمل مسؤوليه الشوا نتاعو في الحياه. فانت كي تعطي رايك ما تحاولش باش تقنع غيرك بالراي نتاعك، انت عطيتو رايك، هو عجبه خذيه كما هو، قبله ما عجبوش يلوج على راي في بلاصه اخرى. هذا اللي حبيت نفسره. حبيت نرجع لك على حاجه ليلى، التكلفه هذيه نتاع الزواج، ان نحسوا ان لازمنا برشا فلوس باش نتزوجوا بحسب تقاليدنا، بحسب ان نعملوا طيه حمام وخاصه توا ولينا نتبعوا في لي توندونس وكل، ما تحسش اللي هي برشا على كاهل دو كوبل باش يتزوجوا ان كوبل باش يتزوجوا. هو صحيح اللي تحكي فيه لوجيك على الاخر، على خاطر بالحق تكلفه كبيره برشا، خاصه باش الراجل مسؤوليته انه هو يشري الذهب يسمو يشري
كيما نقولوا نحن مش نقولوها كي يجيبوا العلوش ودرا شنو حاسين حكيت هذه كل كتبن الصداق والموسم خلي على الموسم هذاك العادات والتقاليد هذيك اللي كانت قبل مربوطه بالعادات والتقاليد بالاساس اللي هي المراه الراجل كان قبل ما يشوفش المراه هو من زمان يعني من قبل كان الراجل يهز الموسم على اساس باش يشوف مرته نحن توا ليه الموسم على اساس باش تزهز بيه ما فماش حاجه خطر قلت لك كيما قبيله حكيت للدكتوره قلت لها راهو يتقابلوا في القهوه من كثر ما تقابلوا يعرفوا بعضهم سي تعرفوا يعرفها دونك ما فماش علاش حكيت الموسم هذايا نجموا نلغيوها بصراحه اذا مش نجموا ان السفينه تتعدى ثاني حاجه بالحق الاسوام نجموا زاد نقلوها الزواج العادات والتقاليد هذه مش مربوطه بالحنه وبالحكايه نجم المراه تحني في دارها وحدها مع عائلتها هكا انتيم وليله واحده وتكفي يتفاهم هو الراجل والمراه ليله واحده ويزي بالضبط بالحق خاطر ديما العباد راهو ديما ما كلوش ما شربوش ما عملوش ما قعدوش حتى نحسوا بالبيبه نحسوا اللي ساعات احنا قاعدين نتزوجوا نحتفلوا للناس مش لنا احنا على غير اوروبا اوروبا تحسوا الزواج ياسر خفيف نهاير والناس الكل تروح فرحانه وانت عايش في فرنسا تنجم تعطينا فكره اوروبا تفهموا على حاجات اعمق من الشكل الخارجي اللي هما باش يخليوه في تصويره سيفري مهم في العادات التونسيه يقول لك هي فرحه العمر انا باش نفرح مره واحده انا يلزمني اي باش تفرح مره واحده مش معناها باش تقتل روحك مش معناها في عوض الصباح العرس تبدا شيخ ومخك مرتاح ما عندكش ديون كبيره وتلقى روحك غاطس في ديون غير كي باش ترضي وارضاء الناس غايه لا تدرك في الاخر راهو الكوبل باش يعيشوا تحت سقف واحد لا باش تجي خالته معاه ولا باش تجي عمتها معاه والله كي يبداو الحاضرين والحضار معناها توكلهم بالمغرفه الذهب راهو باش يحكيوا عليك باش يحكيوا على حاجات ناقصه في اوروبا يعرفوا بعضهم يتفاهموا في حاجات اعمق شنو مصروفك شنو مصروفي كيفاش باش نخدموا كيفاش باش نعيشوا وقتاش باش نجيبوا البيبي كيفاش باش نكونوا داكوغ الوغ اوروبا مكياج سامبل مشاو للميري صحوا صباح خير هنا وهم الناس روحوا على روحهم لقاو روحهم في اسبانيا في فاكونس العرس كله على بعضه الكل يفوت 600 700 اورو بالضبط داكور يقول لك الباقي انا نعم بيه مابل في الدار خلص بيه الكراه خلص بيه الضوء نشريو بيه كهرباء نعملوا بيه حاجه احنا في تونس الاجواء تاع الفرحه باهيه اما الفرحه كي تتكى على مجهود العروس ولا عائلة العروس أو عائلة العروس ومن بعد يقعدوا لي بارون وإلا هما المتزوجين الكوبل يعانيوا في الديون هذيك الكل ومن بعد يدق عليه الدين هذا تعطيني باش تخلصني تولي مشكل وبالتالي شوف ما كان قليله يغنيك عن كثيره يعني خليها البساط أحمدي افرحوا وكذا ولكن أنا اعتقادي هك معناه قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين طربت يديك يعطيك الصحة سهير باش نختم معك انت في الموضوع هذايا نحبك تعطيني فكرة على ما هي المؤسسة الزوجية شو الزوج. هي المؤسسة الزوجية اعطيني مفهومها المعنى نتاعها اي علاش قبيلة قلت كلمة يلزم 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 احنا مبرمجين قريت وين وصلت لقرايتك كملت قرايتك يلزمك تخدم ومن المستحسن تلقى خدمة مش إنك تخلق العمل متاعك اللي هي حاجة متاحة على الأخر في الوقت متاعنا يلزمك تخدم يلزمك خدمة قارة اللي دخلك مدخول محترم ولا عندك كل مدخول هذيك يلزمك تلقى الإنسانة ولا الإنسان اللي بشي يشاركك الزواج وتتكون المؤسسة الزوجية اللي احنا نحكي عليها الزواج في حين انه الزواج يتطلب زوز من الناس خاطر ما عادش احنا توا لو انه ما زالت العادة متاع الخطبة لكن ما عادش توا وصلنا معناها الوعي متاعنا والعبيد ولاو يتعرفوا على بعضهم ولينا زوز من الناس زوز أرواح يتلقاوا ويتقابلوا ويقرروا انهم باش يعيشوا مع بعضهم انا متاكده لا تقول لي لا بطاله ولا تقول لي عمل ولا تقول لي حد شيء اذا كان هما زوز قرروا انهم باش يكونوا ولا باش ياسوا هالمؤسسه هذيا اللي هي الزواج ياسوها مش لازم يكون مؤسسه كبيره كيما المؤسسات معناها كيما الشركات اللي نحلوهم تنجم تكون حاجه صغيره وتنجم تكون حاجه كبيره وكل قدير وقدره اذا كان زوز من الناس تفاهموا وقروا بالحق معناها
وحبوا يعيشوا مع بعضهم باش يعيشوا مع بعض، حبوا يتزوجوا باش يتزوجوا. كيفاش تتخلق الكيفاش؟ لكن اذا كان انا نقعد نستنى ليه على خاطر برشا نجم نقعد نستنى عمري كامل معناها وما نوصل حتى شيء، عمري كله ما نوصل حتى شيء. والزواج نجم زاد متزوج سامحني مدام وما تعمل حتى شيء زاد، وجيب صغير وترسيله ويقعد هكا باش ياكل اخرى. ليلى انا باش نقول انا نحكي بالفكر، ما هو يحكي يسيبوا الباب بالفكر، انا نحكي بالعقل. انا العواطف على عيني وراسي، العاطفه موجوده راه، اما العاطفه زاد نجيب صغير نمرمدو سامحني. انا ما نحبش نرى ولدي مرمت، نحب يعيش في مستوى معين. انا نحمل باش نعيش، ناكل خبزه وماء وكيما ماء وزيتون واللي تحب انت والاطلال وكل حكايته، اما نحكي بالفكر. انا ولدي لازم يقري، ولدي لازم نوكل، لازم ولدي ما يجيش، وباش نعيش وين سامحني؟ باش نقعد حياتي كامله عايشه في دار بو ولا دار بابا؟ يعني انا بصراحه هكا نرى اللي انسان ينجم يلقى خدمه، يلقى عمل حتى ولو اقل من المستوى التعليمي بتاعي، مش مشكل، المهم نلقى حاجة مبدئية نبدأ بها.